أقرأ لكم من كتاب الإنسان الإله ليوفال نوح هراري، المترجم عن الفرنسية والذي قدم له علي بدر. العنوان الفرعي للكتاب من الهومو سابينس إلى الهومو ديوس، تاريخ مختصر عن المستقبل. مقدمة المؤلف للترجمة العربية. تناول كتابي السابق بين قوسين العاقل، تاريخ مختصر للنوع البشري، السمة المميزة للبشر عن غيرهم، وهي قدرتهم على الإيمان بالأساطير الجماعية، سواء فيما يتعلق بالأمم أو حقوق الإنسان أو المال، وكيف مكنتنا هذه الميزة كبشر من الهيمنة على الكوكب. في الإنسان الإله أبحث في الاحتمالات التي يولدها تلاقح أساطيرنا القديمة كالأديان والإيديولوجيات مع الثورة التقنية الجديدة. كيف سيتعامل الإسلام مع الهندسة الوراثية؟ وكيف ستتصرف الاشتراكية مع حلول الروبوتات محل العمال؟ وكيف ستجابه أو كيف ستجابه الليبرالية ظهور الأخ الأكبر يتهادى على نهر من البيانات الضخمة؟ وهل سينتهي الأمر بوادي السيليكون إلى إنتاج أديان جديدة عوضاً عن أدوات تقنية جديدة؟ الذكاء الاصطناعي يتجاوز مسرعاً في طريقه قدراتنا المعرفية، وقريباً ستفوقنا الحواسيب الآلية في قيادة المركبات وتشخيص الأمراض وخوض الحروب، بل وحتى في فهم المشاعر البشرية. إلى ماذا ستؤول دولة الرفاه عندما تطرد الحواسيب البشر من سوق العمل وتخلق بذلك طبقة جديدة عاطلة لا حدود لها؟ وماذا سيحل بالحرية البشرية إذا تمكنت الحكومات والشركات من اختراق البشر واستطاعت أن تعرفنا أكثر مما نعرف أنفسنا؟ وريثما نشهد هذه التحولات، قد تتمكن التقنية الحيوية من إطالة أعمار البشر وترقية أجسادنا وعقولنا على نحو لم نشهد له مثيلا من قبل. لكن هل ستتاح هذه التحسينات للجميع؟ أم سنشهد تفاوتاً أحيائياً غير مسبوق بين الأثرياء والفقراء؟ هل ستنفصل البشرية إلى نوعين؟ بشر خارقين أثرياء وعقال عاديين فقراء هومو سابينس. ولا شك أن هذا التفاوت الجديد وآثاره يمثلان خطراً محدقاً بالشرق الأوسط على وجه التحديد، فهذه المنطقة من أكثر بقاع العالم معاناة من التفاوت وانعدام المساواة، كما أنها عرضة للوقوع في براثن أنواع جديدة من الاستعمار. إننا الآن في خضم سباق عالمي للتسلح في حقول الذكاء الاصطناعي وجمع البيانات والهندسة البيولوجية. دول قليلة تتصدر هذا السباق، بينما أغلبية الدول الأخرى تقبع في مؤخرته. وإذا استمر الحال على ما هو عليه، فإن نتيجته المحتملة هي شكل جديد من الاستعمار، الاستعمار البياناتي. وكما نعلم جميعا، فإن العالم العربي مر بتاريخ طويل ومؤلم من الاستعمار على مدار قرون طويلة. خضع العرب لإمبراطوريات أجنبية كالمغول والعثمانيين والبريطانيين والفرنسيين. وفي القرن 21 قد يجد العرب أنفسهم خاضعين لإمبراطورية من نوع جديد. في الماضي اضطر المغول والأتراك والبريطانيون والأمريكان إلى إرسال جنود مجندة لغزو بلدان كالعراق مثلا. ولكن إمبراطوريات القرن 21 لن تدخل بجنودها، وإنما ستكتفي باستخراج البيانات. ثلة صغيرة من الشركات والحكومات تحصد بيانات العالم وتجمعها، وستحول الباقي منه إلى مستعمرات بياناتية. تخيل الوضع بعد 20 عاما من الآن، حيث يمتلك شخص ما في بكين أو سان فرانسيسكو أو ربما طهران البيانات الشخصية الكاملة لكل سياسي وعمدة وصحفي ورئيس تنفيذي في بلدان الشرق الأوسط. كل مرض أصابهم، كل علاقة جنسية أقاموها، كل نكتة قالوها، وكل رشوة استلموها، هل ستبقى تلك البلدان مستقلة بعد ذلك؟ أم ستغدو مستعمرات بياناتية؟ ماذا سيحدث عندما تجد هذه البلدان نفسها معتمدة تماماً على بنية تحتية رقمية وأنظمة ذكاء اصطناعي خارجة عن سيطرتها الفعلية؟ التحول إلى مستعمرة بياناتية له من دون شك عواقبه الاقتصادية والسياسية.